دلوقتي معانا نموذج من علمائنا اللي بيشتغلوا على ابحاث متطوره جدا في الكيمياء والابتكارات واللي ليها قيمه حقيقيه بتفيد المجتمع. ضيفنا هو دكتور ماهر القاضي، استاذ باحث في قسم الكيمياء والكيمياء الحيويه بجامعه كاليفورنيا، واللي نجح في تطوير بطاريه فائقه بتشحن في 30 ثانيه بس، وطبعا حصل على جائزه من مجله انرجي ستورج ماتيريالز. خلونا دلوقتي نرحب بدكتور ماهر القاضي، استاذ باحث في قسم الكيمياء والكيمياء الحيويه بجامعه كاليفورنيا، اللي بينضم لينا عبر الزوم دلوقتي. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا بسنت، صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا اسامه. اهلا بيك. يعني في البدايه حابين نتكلم عن اهتمامك بمجال الكيمياء وتطوير منتجات واختراعات مختلفه ليها قيمه حقيقيه بتفيد الجميع، وكلمنا عن ابحاثك. انت يعني بتعمل ايه دلوقتي بالظبط؟ جميل جدا. يعني هو بنحاول على قد ما نقدر ان الابحاث بتاعتنا تكون مرتبطه بحياه الناس بشكل مباشر. انا حاليا بشتغل باحث في جامعه كاليفورنيا في لوس انجلوس زي ما حضرتك اتفضلتي وقدمتي، وفي نفس الوقت احنا عندنا بنحاول نحول هذه الافكار اللي طورناها في الجامعه الى منتجات حقيقيه يستفيد بها الناس من خلال شركه اسسناها من حوالي 9 سنين، الشركه اسمها نانو تيك انرجي. فبنحاول من خلال الفريق كبير تقريبا حوالي 100 فرد، بنحاول ان احنا ناخد هذه الافكار وهي مرتبطه بشكل اساسي بعالم البطاريات، فبنحاول ناخدها من مرحله من المعمل للمستوى الصناعي. طيب لو حبيت ان انا اكلمك اكتر شويه عن البطاريه، هو الفكره اني في الوقت الحالي البطاريات يعني جزء اساسي جدا في حياتنا، بنستخدمها حقيقي. في بس انا الاول عايزه اعرف بطاريات ايه بالظبط، يعني بنتكلم على انهي نوع من البطاريات، بتشحن ايه؟ طيب البطاريه الحاليه دلوقتي اللي موجوده في الموبايل بتاعنا هي اسمها بطاريه الليثيوم ايون، فدي دي في الوقت الحالي هي من اشهر البطاريات اللي موجوده في التكنولوجيا الحديثه، سواء في الموبايل او في اللابتوب او في السيارات الكهربائيه، بتستخدم برضه في التطبيقات الصناعيه وفي والتطبيقات العسكريه حتى في الفضاء. النهارده في بعض المهمات الفضائيه اللي بتطلع للفضاء النهارده فيها بطاريات ليثيوم ايون، فهي اشهر البطاريات الحاليه التي يمكن اعاده شحنها يعني. فهذه البطاريات فيها بعض المشاكل اللي بتعاني منها، من ضمنها انها بتحتاج انها تاخد ساعات تقريبا عشان يتم شحنها مره اخرى، وبالاضافه لكده عندها مشكله في عامل الامان، يعني لو تم اساءه استخدام هذه البطاريه ممكن تنفجر هذه البطاريه. فطبعا الحاجه الاخيره طبعا هو بتسميها كثافه الطاقه بتاعت البطاريه، بمعنى لو انا النهارده شغال بالموبايل بتاعي اقدر اشتغل بيه مده قد ايه قبل ما ان انا قبل اعاده الشحن مره اخرى. نفس الكلام بالنسبه لما بستخدمه مثلا في سيارات كهربائيه، المسافه اللي ممكن اقطعها بشحنه واحده فقط من هذه البطاريه، فطبعا ده مرتبط ب بتسميها الانرجي دنس بتاع البطاريه، محتاجين ان احنا نزود قدره البطاريه على شحن ايه؟ على تخزين كميه اكبر. طيب دكتور خلينا برضو يعني نكون واقعيين شويه بالنسبه للبطاريات، زي ما حضرتك ذكرت اللي بتستخدم في الفضاء، وفي بطاريات تانية بالنسبه للسيارات الكهربائيه لسه برضو ما انتشرتش بالشكل الكبير، لكن اكتر حاجه منتشره هي الموبايلات، البطاريه بتاعه الموبايل. انا دلوقتي هشحن الموبايل بتاعي في 30 ثانيه، هيقعد معايا قد ايه؟ طيب هو ال 30 ثانية ده كان بداية الموضوع، يعني احنا لما بدأنا في الجامعة كانت الفكرة ان احنا بنستخدم مادة جديدة بنسميها مادة البرافين، والمادة دي تقريبا يعني اكتشافها كان من حوالي 20 سنة، وهي دلوقتي واحدة من أكثر يعني المواد المتقدمة في عالم في العالم الأكاديمي يعني بشكل عام. الفكرة إني بعد كده خدنا الفكرة دي وطورناها، لما استخدمناها في بطارية الليثيوم آيون النهارده ممكن تشحن البطارية في خلال 7 لـ8 دقائق تقريبا، بتاخد حوالي 80% من سعة البطارية، يعني أنت تفضل من الصفر لحد 80% إنجاز من سعة البطارية في حوالي 7 دقائق، يعني ممكن تقعد معانا تقريبا يوم كامل بعد ما اشحنها حوالي 7 8 دقائق. عظيم. طيب يعني مكثفات الجرافين لو انا بقوله صح، الفائقه اللي اشتغلت بيها على البروجكت ده او مشروعك ده، كلمنا عن التكنيك ده بالذات بالظبط بيبقى عامل ازاي؟ طيب المكثفات الجرافين هو دي وسيله اخرى من وسائل تخزين الطاقه، يعني البطاريه
معروف عنها انها بتخزن كميه كبيره من الشحنه، بتاخد ساعات عشان تشحن، لكن عندها بعض المشاكل في الامان وكده. المكثفات على الجانب الاخر بتخزن كميه اقل جدا، اقل بكتير جدا من الطاقه، لكن بتشحن بسرعه قوي. فكانت الفكره في البحث دوت هو ان احنا ازاي ان احنا نجمع بين مميزات البطاريات ومميزات المكثفات في نفس الوقت. البطاريات انها تخزن كميه كبيره من الشحنه، والمكثفات انها تشحن بسرعه. فكانت هي دي الفكره. طبعا كان العامل الحاسم في الموضوع هو ماده الجرافين، واللي استخدمناها عشان خاطر نسرع من معدل شحن هذه المكثفات. طيب، دي الفكره بتاعتها. هل الموضوع بيتطلب مثلا فولت عالي للشواحن؟ الفكره مش الفولت العالي، الفكره ان الماده نفسها او البطاريه نفسها لما بتحاول تشحنها بشكل سريع ممكن تاثر على عمرها، وممكن كمان تؤدي في النهايه لانها تنفجر. فده مرتبط بآلية عمل البطارية نفسها أو آلية عمل المكثف. بعيدا فاستخدام عن هذا مادة البحث، يعني برضو جديدة. دي نقطة الناس تفهمها، يعني لو بشحن الموبايل بتاعي بشاحن الفولت بتاعه عالي، ده بيؤثر بشكل كبير جدا على البطارية. تمام. هو طبعا الأفضل إن احنا نستخدم نفس الشاحن اللي هو جاي من نفس الشركة اللي صنعت الموبايل، عشان خاطر يعني نتلافى اي مشاكل خاصه بيسموها اوفر تشارج، اللي هو ان احنا نحط يعني او نخرج البطاريه عن بتسميها ايه؟ بتسميها منطقه الامان الخاصه بيها، لان كل بطاريه النهارده ليها جهد معين بتشتغل عليه. لو حاولت ان انا اعلي الجهد ده او الفولت ده عن البدل المعتاد بالنسبه لها ممكن البطاريه تنفجر، فطبيعي لازم استخدم الشاحن اللي هو اللي بيتم يعني ترشيحه من الشركات طيب المصنعه. دكتور ماهر، وصلتوا لفين في عوامل الأمان للبطاريات اللي بتشتغل عليها دلوقتي؟ كمان عمر البطارية، يعني تعيش قد إيه دلوقتي؟ لما أي حد فينا بيجي عايز يبيع موبايله بيشوفوا عمر البطارية أو استخدم منها قد إيه. النهاردة أنتوا بتشتغلوا على ده إزاي؟ وصلتوا لإيه فيه؟ طيب دي نقطة جميلة جدا. هو النهارده كتير جدا من الناس أصلا بتغير الموبايل بتاعها مش عشان خاطر الموبايل بقى بالظبط. سيء أو بقى قديم، عشان خاطر عمر البطارية. طبعا ده شيء مهم قوي. عمر البطارية بيبقى مرتبط بعمليات كيميائية نفسها موجودة في البطارية. النهارده بطاريات الليثيوم أيون اللي بتستخدم في الموبايلات بتستخدم تقريبا حوالي من 500 ل 1000 دايرة من دوائر الشحن والتفريغ لحد ما ينتهي عمرها. لو انا النهارده بتكلم ان انا بشحن البطاريه كل يوم تقريبا، فانا بالشكل ده كده ممكن ال 500 دايره من دوائر الشحن والتفريغ، يعني احنا بنتكلم في حوالي سنتين تقريبا، ممكن توصل في احسن الاحوال لحوالي 3 سنين او 4 سنين. بعد كده البطاريه عمرها بيتاثر جدا، بتسخن قوي، بيحصل ان اثناء تشغيل الموبايل نفسه بنلاقي ان البطاريه بتسخن بشكل عالي قوي. ثانيا بنلاقي نفسنا محتاجين نشحنها اكتر من مره في نفس اليوم، فشحنه واحده لا تكفي يعني. فقدرنا ان احنا نطور جيل جديد من البطاريات الليثيوم ايون اللي عندها القدره انها ممكن تستخدم لحد حوالي 5000 دايره من دوائر الشحن والتفريغ. يعني احنا النهارده لو عدناها بالايام توصل لسنوات كتيره تعدي 10 سنين يعني. فدي الفكره. فالفكره ان احنا نخلي البطاريه ممكن تستخدم فترات اطول، وفي نفس الوقت قدرنا نقلل من المقاومه الداخليه للبطاريه بحيث ان أنا البطاريه ما تسخنش اثناء عمليه الاستخدام. عندي بس سؤال، معلش أنا آسفة، إنه في البعض يعني على السوشيال ميديا بالذات بيقول إن بعض الشركات ممكن إن هي خليني أقول تلعب في عمر البطارية بعد طرح أجيال جديدة من بعض التليفونات، هل ده أصلا حاجة واردة إنها تحصل؟ هل في أكسس يقدر يعني الشركات ليها أكسس لحاجة زي دي ولا لأ؟ هو يقدر يتحكم ده في البدايه يعني. هو في مثال طبعا مشهور حصل كان من ابل، وساعتها تم رفع من غير قضيه عليهم أسامي ان يعني. هم تمام. هو بيقدر ان هو يقدر يتحكم في سرعه الموبايل نفسه، لكن مش في عمر البطاريه. عمر البطاريه يقدر يتحكم فيه من البدايه، لان هو اختار ان هو يحط البطاريه دي تحديدا جوه الموبايل ده، فهو تم اثناء عمليه التصنيع بتاع البطاريه بيتم اختبارها وبيتم التاكد من عدد دورات الشحن والتفريغ. فممكن طبعا يتم التحكم فيها انها تكون في خلال او يعني يكون 500 دايره لحد حوالي 1000 دايره من دوائر الشحن والتفريغ. فبالشكل ده كده ممكن يتحكم في عدد السنين اللي ممكن تستخدم فيها البطاريه. ده موجود. بس هو يعني بعيدا عن نظريات المؤامره، هي الفكره ان بالفعل هو جيل اصلا حاجه ان البطاريات اللي بتستخدم مواد بتعتمد على الكوبالت
هي اصلا عندها مشكله في عمليه الاستقرار، بمعنى انها فعلا افضل البطاريات الخاصه بيها كانت بتستخدم فقط لهذه المده، هي مده من 2 لـ4 سنين، فدي كانت مشكله اصلا رئيسيه موجوده في البطاريه. طبعا الناس بتحاول تحسن من ده بشكل افضل، ده اللي احنا قدرنا نعمله في الجامعه وفي الشركه، انما يعني وطبعا ده الامل ان هو في النهايه يؤدي الى تليفون ممكن يستخدم لفتره اطول من غير ما اضطر ان انا اغير من الموبايل نفسه، او ان انا يبقى عندي مشكله في عمليه السخونه بتاعه الموبايل نفسه نتيجه حقيقي. زياده مقاومه البطاريه مع الاستخدام. فده ده الشيء المهم في الموضوع يعني. طيب دكتور، من فترة مش بعيدة قوي، يعني 7 8 سنين فاتوا كده، بدأنا نسمع عن تطبيق لشحن بطارية الموبايل برضو في نفس المدة، في حوالي 30 ثانية، وكان المبتكر ده كان أمريكي لكنه واجه انتقادات عديدة. هل التطبيق ده بالفعل موجود؟ إمكانية استخدامه لشحن البطارية، خصوصا إن الخبراء بدأوا ينتقدوا الموضوع، بيقولوا إن ده خرق لقوانين الديناميكا الحرارية. طيب هو الموضوع علميا ممكن، هو في علاقة عكسية موجودة ما بين سرعة الشحن وما بين كمية الشحنة اللي ممكن تبقى موجودة في البطارية. بمعنى النهاردة المكثفات مثلا ممكن اشحنها بمعدل سريع قوي، لكن مشكلتها انها ما بتخزنش كمية كبيرة من الشحنة. بمعنى ان انا النهاردة لو استخدمت مكثف مثلا عشان اشغل بيه موبايل، هقدر اشغله لمدة ساعة مثلا وبعد كده ما اقدرش استخدمه تاني. البطارية العادية ممكن تشتغل لمدة يوم كامل، لكن بتاخد ساعة عشان اشحنها. فالفكره كلها ان هل نقدر نجمع بين الفكرتين، فكره المكثف فكره البطاريه، بحيث ان احنا ناخد الشحن السريع وفي نفس الوقت نطول من مده الاستخدام. هو ده الموضوع وده اللي حاصل يعني. في الوقت الحالي افضل الارقام اللي نقدر نوصل بيها هي حوالي 5 6 7 دقائق تقريبا، بنقدر نشحن فيها تقريبا حوالي 80% من سعه البطاريه، وده هو افضل حاجه في الوقت الحالي. هل نستطيع ان احنا نقلل ده ونوصل لاقل من دقيقه بدون التأثير على مدة استخدام الموبايل نفسه وبأبليكيشن والحاجة كمان اللي مش عايز تشحن بشاحن. يعني؟ هو ده المهم يعني. طيب دكتور ماهر، كمان يعني من الحاجات الجاية جدا هي العربيات اللي بالكهرباء، والعالم كله بيبتدي يتجه نحوها. يمكن بعض العربيات أو بعض الماركات توقفت إنتاج العربيات غير بتشتغل بالكهرباء. فالنهاردة البطارية أو شحن بطارية العربيات اللي بالكهرباء بياخد على الأقل ساعتين، أقل حاجة ساعتين. هل في أي خطة مستقبلية لحضرتك إن أنت تطور يمكن من هذه البطاريات اللي بتستخدم لشحن السيارات، يمكن لسرعة مش هنقول 30 ثانية أكيد، لكن مش ساعتين كمان؟ تمام. طيب هو في الوقت الحالي حضرتك صح يعني، هو الاتجاه ده اتجاه مهم جدا، والسيارات الكهربائيه بشكل عام اصبحت النهارده اساسيه. النهارده بعض الدول خلاص بقى عندها دلوقتي خطط واضحه جدا للانتقال والتحول الكامل من تكنولوجيا السيارات التقليديه اللي بتعتمد على البنزين للانتقال الكامل الى السيارات الكهرباء اللي بتعتمد بالطبع على البطاريات. البطاريات زي ما حضرتك فضلتي وقلتي هي فعلا بتاخد وقت طويل جدا في الشحن، ممكن يوصل يعني ساعات. الافضل في الوقت الحالي اللي موجود في امريكا تقريبا حوالي من 20 22 دقيقه او 23 دقيقه لحد نص ساعه، عشان اقدر احصل على حوالي 60 70% تقريبا من يعني كثافه او سعه البطن. ده الافضل الارقام الموجوده حاليا. طيب المشكله فعلا اللي بتواجه الناس زي ما حضرتك قلتي، ان هو النهارده لو انا دخلت محطه بنزين النهارده عشان اشحن عشان يعني افول العربيه بتاعتي باخد دقائق وبعدين بمشي يعني، فده بالنسبه لي او بالنسبه للناس شيء طبيعي وسهل. لكن في حاله السيارات الكهربائيه لو هقعد ساعات ده ازمه، بالذات لو انا عندي مشوار طويل اضطريت ان انا البطاريه خلصت او فضيت هضطر ان انا اشحنها تاني، كون ان انا اقعد ساعتين عشان اشحن مره اخرى او ساعه حتى، ده شيء غير عملي كتير جدا من الناس، وبيخلي بعض الناس متردده انها تتحول الى الاستخدام الخاص بالسيارات الكهربائيه. فهل في عندنا خطط؟ اه بالفعل في عندنا خطط، قدرنا بالفعل ان احنا نطور بطاريات كثافتها عاليه جدا وبتشحن بمعدل سريع قوي توصل لدقايق. هي الفكره الثانيه والثاني الموضوع والمعادله الصعبه هو ازاي يبقى عندك شواحن عندها القدره انها تتحمل التيارات الكبيره دي، لان انا عشان خاطر اقدر اشحن بطاريه موبايل، طبعا دي بطاريه صغيره، لكن طبعا بطاريه السياره الكهربائيه كبيره جدا، فطبعا محتاجه كابل كبير قوي، محتاجه اطبق جهد عالي وتيار عالي عشان خاطر اقدر احصل على الشحن السريع ده. ده جهد، ده حاجه لا مرتبطه بيه
الشبكه الكهربيه اللي موجوده في المدن المختلفه. طبعا لابد ان تكون الشبكه الكهربيه قويه جدا انها تستحمل التيارات الكبيره عشان خاطر نقدر نشحن بمعدل سريع. ده اصبح النهارده شيء موجود في الوقت الحالي. شركات السيارات الكهربائيه احنا النهارده بنشتغل مع كتير جدا من شركات السيارات الكهربائيه عشان خاطر نوصل لهدف ان في النهايه نقدر نشحن البطاريه من 0% لحد حوالي 80% من سعه البطاريه في اقل من 15 دقيقه. ده هو الهدف الحالي لكتير جدا من شركات السيارات الكهربائيه عشان خاطر السيارات الكهربائيه يبقى عندها ميزه تنافسيه مع السيارات التقليدية. في يعني 15 دقيقة ده هيكون في خلال سنوات قليلة، ده هيكون الهدف الرئيسي، وبعد سنوات أخرى ربما نوصل لأقل من 10 إن شاء دقائق الله هو أنتوا ده اللي توصلوا المهم. لده يا دكتور. يعني بالتوفيق دكتور ماهر القاضي، أستاذ باحث في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا، كل التوفيق لكم.